رونالدو انطلق من هناك مع بارترا، ما زال رونالدو، رونالدو الكرة في الوسط، إيسكو بابا جول، رونالدو وإيسكو جول الأول، بورخا مايورال يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال، هدف أول في الدقيقة الثامنة من انطلاقة المباراة، فعلها صغير الريال مايورال، 20 سنة يفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه الأول في دوري الأبطال في حياته اليوم أمام الريال في هذا اليوم أمام بولوسيا دورتموند، خرج في القائمة الثانية، انطلاقة وتوغل رائعين من ما زالت الخطورة لكوفاسيتش في القائمة الثانية على الجهة اليسرى، يرجع لكريستيانو رونالدو، با 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 جول 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 من أروع ما يكون يا كريستيانو، أكيد جماهير الريال تحلم بأن يكون رونالدو دوري الأبطال، هو رونالدو الدوري الإسباني، مين يضربها رونالدو تدخل ببراعة، استلمها حطها في الزاوية اليسرى، خلى الحارس بوركي يتفرج على الكرة ويلتقط لها صورة من أروع ما يكون، أين الوجه يا كريستيانو يا رونالدو؟ توزيع لا لا جول، هدف من أوباميونغ من أروع ما يكون، جول شمال زار اختطف كرة وزعها في القائمة الثانية، هل كان أوباميونغ في وضعية التسلل أم لا؟ هدف ولا أروع، لقطة سريعة وتوزيعة بالدقيقة من قبل اللاعب شمال زار في اتجاه أوباميونغ، هاي لعادة مرة ثانية، أشك في أن أوباميونغ كان في وضعية التسلل، لا 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 لم يكن متسللا أوباميونغ، أو كرة خطيرة أوباميونغ، با 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 جول، هدف التعديل لبوروسيا دورتموند، ما هذه الأخطاء في الخط الخلفي لدفاع الريال، هدف ثاني مباغت قاتل لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني، أوباميونغ يسجل ثنائي اليوم ويسجل هدفه الرابع في دوري الأبطال وهدف 20 في دوري الأبطال في 32 مباراة، بوليسيتش في التمرير.